الجديد تبارك الله لا طول داك الخط ولأن سيدنا هذا بلاتي شويه الاخوان تكون شي حصيله مزيانه. السلام الاخوان، دابا لقيتونا ان شاء الله تنتواجدوا في المنطقه ديال تهدرس. احنا الحمد لله هذا هو المكان الاخوان، ان شاء الله غادي نصيدوا في هذه المنطقه هذه. هانتوما كيف ما تشوفوا الواد طالع، خصنا نبريباريو الماتيريال ديالنا. يلا خليكم معايا ونتشوفوا الاخوان. احنا لقيتونا تنصيدوا في القنطره ديال تهدرس. الجو الصراحه هو مزيان مشمش، نتمنوا ان شاء الله تكون شي فرجه الاخوان. بالنسبه للصيد ديالنا الاخوان، انتما جبرتونا تنصيدوا بالطعم الحي، تنصيدوا بكرباشه. ها هي، وتنصيدوا باحناش الاخوان. انتما كيف ما تشوفوا مازال جديد تبارك الله وكبير. الصنارة ديالنا هي ملونسية الإخوان. نتمناو الإخوان إن شاء الله تكون في فرجة ممتعة، خليكم معايا. يلا الإخوان نجبدو هاد الصنارة هادي نشوفو شنو فيها. احنا دابا قسمنا كلنا البلاصة، حنا تنصيدو في ديك البلاصة. راه هي اللي لها على طول داك الخط، ساعة كاين شوية ديال الربيع. دابا احنا يجينا لهنا الاخوان، هانتوما الاخوان كيف ما تشوفو دابا ان شاء الله غادي نبداو نمونطيو الماتيريال ديالنا. ان شاء الله نتمنوا تكون شي فرجة الاخوان. هانتوما الاخوان كيف ما تشوفوا هو المونتاج ديالنا اللي درنا، بلومه ديال 30 غرام، ترقيع عادي ل 35، وجوج سنانر بحال هكا. ان شاء الله نديروا الطعمه ديالنا الاخوان و نتمنوا فرجه ممتعه، خليكم معايا. ثم الاخوان كيف ما تشوفوا احنا رنصينا الصنارات ديالنا،
شوف ما كيف ما تشوفوا الاخوان، ملونسي وحده بلاكان وملونسي وحده بالخيط. ها هو الاخوان، غادي لا نتمنى ان شاء الله تكون شي حصيله. الاخوان لقيتونا مازال تنصيدو كما العاد، ها الصنارة الاخوان ديالنا، ولاني صيدنا هاد السيفيس. خليكم معايا الاخوان ونشوفوا على الله ان شاء الله تطلع شي حاجه وحده اخرى، مازال الصيد ان شاء الله. يلا نطلقوا في اللقطه المقبله. وبالنسبه للاخوان الطعم اللي كنستعملوا، كنستعملوا احنا شان الاخوان، ها انتم كيف ما تشوفوا، وكنستعملوا كرباشه. ها هي الاخوان، كنحاولوا نصيدوا بالطعم الحي، تنوعوا الطعم الاخوان، على الله يطلع لينا شي حس. يلا خليكم معايا الاخوان وان شاء الله نتمنى تكون شي فرجه ممتعه. انتم الاخوان كيف ما تشوفوا، انتم الاخوان كيف ما تشوفوا، يلا تيدوري. نتمنى ان شاء الله بلاتي شويه الاخوان تكون شي حصيله مزيانه. خليكم معنا وفرجوا كيف ما تشوفوا، واخا كاين شويه ديال الريح هاد الصحه هادي ضاير شويه الحس. وخليكم معنا ان شاء الله الاخوان ونتمنوا فرجه ممتعه. مازال كنساينو ان شاء الله تكون شي حاجه كيف ما تشوفوا، ها انتم كاين الريح شويه الاخوان. حصل شي حاجة الإخوان وطلق. تجي العشية الإخوان تبارك الله، تتنزل الضباب.